مرحبا، أنا اسمي نيرمين إبراهيم وأنا جاي من سوريا. فجأة كنت قاعدة والله بصراحة كنت عم بطلع على انستغرام، فشفت صفحة الدكتور حسن، أنا حكينا معه عن طريق دكتور الشيار الله يكثر خيرهم، يعني شجعني عن إنه أساوي العملية مشان الأمراض والالتهابات هيك شيء، إنه رحت لعند دكتور حسن فهو عمل لي عملية وخلصني من كل الأمراض. الحمد لله صار لي سنة عاملة العملية، وهي حتى تابعني مع دكتورة التغذية الدكتورة يونيفر، دكتورة كتير كمان ممتازة كويسة. الحمد لله على كل شيء، وإنه هن خلصوني من كتير أمراض يعني، فالحمد لله إنه خلصت العملية وصار لي سنة عملتها ونزلت شي 85 كيلو، إنه تركت كل الأمراض يعني، وهذا الشيء اللي كان وزني يعني 170 تقريبا، فصار هلا بعد سنه نزلت تقريبا 85 كيلو، فهلا صار وزني 85 يعني. فالحمد لله كثير ارتحت على هي العمليه، وكثير عالم ساوت عنده وكلهم نجحوا العمليه مع الدكتور حسن يعني، فانه بتشكر كثير، وبتشكر دكتورتنا التغذيه كمان، وبتشكر دكتور شيار بالتعاون معي انه دلني على الدكتور حسن. الحمد لله على كل حال هلا كثير مرتاحه، ولحتى عم بلبس وعم بتظبط كثير وعم بلبس كل لبس يعني، والحمد لله عم شوف قياساتي بكل شيء الحمد لله.